السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصفحة رقم 39، يقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين. سميت الصلاة الوسطى لأنها في وسط الصلوات، قبلها صلاة الفجر والظهر، وبعدها صلاة المغرب والعشاء، ولذلك سميت الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وقد خصها الله بالذكر لعظيم فضلها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. والحديث عن بريدة ابن الحصيب حيث قال: قال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. ووتر أهله وماله يعني كأنه فقد أهله وماله. ولا شك أن ترك باقي الصلوات كذلك في الإثم. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعا، يعني أربع ركعات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. ونعلم جميعا أنه لا يوجد صلاة سنة بعد العصر، ولكن حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة أربع ركعات سنة قبل العصر، لأن معظم الناس للأسف ناس كتير بتعتقد أن صلاة العصر ما فيش قبلها ولا بعدها صلاة سنة، وده خطأ. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه يدل على أن السنة قبل العصر لها فضل عظيم. يقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة فصلوا مشاة أو على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها أو على أي صفة تقدرون عليها، فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله بجميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها، مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى. وذكر صلاة الخوف أيضا في سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ويقول الله تبارك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أنه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين،
ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين إلى على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. ده بالنسبة لصلاة الخوف. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكنى والنفقة عامة كاملة، ولا يخرجوهن ورثتكم من بيوتهن جبرا لهن لما أصابهن، ووفاء للميت، فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له، حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة الآية، كما ذكرنا في الحلقة السابقة. يقول الله تبارك وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، لأن طلاق المرأة كسرها، وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة. وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهو اللي يسمى في زمننا دلوقتي اللي هو نفقة المتعة والمؤخر والحاجات اللي زي كده يعني. يقول الله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعلمون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم يبلغ علمك يا أيها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائفة من بني إسرائيل، فقال لهم الله تعالى: موتوا، فماتوا ثم أعادهم أحياء، ليبين لهم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا
إن الله لذو عطاء وفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. يقول تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازيكم عليها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه أضعافا كثيرة، والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها، ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحده ترجعون في الآخرة، فيجازيكم على أعمالكم. ولقد تكرر الحث على الصدقات والتجارة مع الله سبحانه وتعالى في إنفاق المال في سبيل الله، فقال تعالى أيضا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، سورة الحديد. وقال أيضا سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، سورة المزمل. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يربي يعني يربيها لك، ربنا سبحانه وتعالى لما تحط صدقة أو تدفع مال في سبيل الله ربنا ياخدها ويربيها لك، سبحان الله. تخيل مثلا تكون نخلة عملاقة مثلا، بيكون أصلها في الأول حباية نواة التمر الصغيرة، نواة، وتربت حتى صارت نخلة كبيرة. وقال تعالى أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم، اسمع اسمع، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. يعني الحبة القمح جابت 7 سنابل وكل سنبلة فيها 100، يبقى 7 في 100 ب700 ضعف. ومش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى قال لك: والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من 700. يعني إنك تخرج جنيه في سبيل الله يعادل عند ربنا سبحانه وتعالى ويضاعفه لك ل700 جنيه، و700 طبعا بالحسنات. ربنا يقدرنا على الصدقات وعلى الزكوات. ومن فوائد الآيات يقول الله تبارك وتعالى في الآية على الحفاظ على الصلوات: الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، فإن شق عليه صلى على ما تيسر له من الحال. يعني لو واحد تعبان ما يكسلش عن الصلاة، تعبان مش قادر تقف صلي وانت قاعد، تعبان مش قادر تقعد صلي وانت نايم، لو مكسح خالص ما بتتحركش صلي حتى برموش عينيك. الصلاة الفرض الوحيد اللي ما بيتأخرش ومفيش له عذر. 2، رحمة الله تعالى بعباده ظاهرة، فقد بيّن لهم آياته ثم أتم بيان للإفادة منه. 3، إن الله تعالى قد يبتلي بعض عباده فيضيق عليهم الرزق، ويبتلي بآخرين بسعة الرزق، وله في ذلك الحكمة البالغة، سبحان الله. يعني لذلك قولك: ومن الناس من عبادي من إن أغنيته لضل،
وفي ناس لو افتقروا بيضلوا، سبحان الله. يعني في ناس فعلا لو ربنا اداله فلوس كتير وخير كتير يبدأ يفكر بانه يعمل بالفلوس دي معاصي ويخرج وسهرات وليلات وحاجات زي كده بالفلوس. طب هو لو ما معهوش فلوس لا هيروح الساحل ولا هيعمل حفلات ولا هيروح يعصي ولا يشتري خمور ولا اي حاجة، لانه اصلا ما معهوش. وكذلك لو ربنا ابتلاه بالمرض، لانه هو لو مكسح مش هيمشي يروح حفلة ولا يروح يرقص، صح ولا لا؟ فنسأل الله السلامة والعافية. معاني بعض الآيات التي وردت في معاني بعض الكلمات التي وردت في الآيات. الآية رقم 238 يقول الله تبارك وتعالى: والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر لمزيد فضلها. كلمة قانتين يعني مطيعين لله خاشعين. الآية رقم 239 كلمة فرجالا يعني فصلوا مشاة على أرجلكم. الآية 241 كلمة وللمطلقات متاع يعني متعة أو نفقة العدة. الآية 245 كلمة قرضا حسنا يعني احتسابا به عن طيب نفس. نفس الآية كلمة يقبض ويبسط يعني يضيق على بعض في الرزق ويوسع على آخرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.